خبرهن على اللي صاير بلكي بوعى حسبي الله عليهم الله يتجنن عن الجانب الآخر من الصورة الناقصة التي يظهرها الإعلام الغربي لقضايانا، عن الإعلام المهني الموضوعي الصادق في مواجهة إعلام بلا ضمير يعمل دائماً في خدمة الظالم ضد المظلوم. مع الدكتورة هويدة مصطفى، أستاذة الإعلام وخبيرة إعلام الأزمات والحروب. المشاهد هنا يعني هتنتابه الحيرة، أين يذهب؟ يتفرج على إيه؟ يسمع إيه؟ يصدق مين؟ إحنا فعلاً كنا لفترة طويلة بنفتكر إن الإعلام الغربي ده هو الإعلام اللي بيقدم الموضوعية والحقيقة. الإعلام في هذه الفترة الأخيرة وفي مواجهة ما يدور في الأراضي الفلسطينية وما يدور في إسرائيل قام بدور كبير جداً جداً جداً. هل حقق هذا الوعي؟ في انتصار كبير جداً للطرف الفلسطيني في المعركة الإعلامية. غزة في الإعلام الغربي بين المهنية والتضليل، حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.